من الممكن في الارك كاتالوج ان انا اخلق بيانات جغرافيه جديده او نيو جيوغرافيكال داتا. اول خطوه في ان احنا نعمل حاجه زي كده، لازم الاول نتاكد من الفولدر اللي احنا بنخلق عليه البيان الجغرافي دوت. بالتالي الفولدر اللي احنا شغالين عليه هو الايجيبت داتا. بعد كده بنبتدي ان احنا نخلق النيو جيوغرافيكال داتا، وده بيتم من خلال طريقه من اتنين، يا اما من خلال فايل نيو، هنلاقي عندنا بتظهر لستة من اللي انا ممكن البيانات الجيوغرافيكال داتا اللي ممكن اخلقها، او من خلال رايت كليك في الكونتنتس نيو وبلاقي نفس الليستة بتظهر تاني. في المثال اللي معانا هنا هنبتدي بان احنا نعمل كرييت او نخلق شيب فايل. بعد ما بيظهر لنا الديالوج بوكس اللي قدامنا دوت، اول حاجة لازم نحددها هو اسم الشيب فايل، مثلا هنقول رودز. تاني حاجة لازم نحددها هو الفيتشر تايب، وهو من خلاله بنحدد نوع العناصر اللي هندخلها في الشيب فايل اللي احنا خلقناه ده. هنلاقي عندنا كذا نوع من انواع العناصر، بوينت او بوليلاين او بوليجون او مالتي بوينت او مالتي بيتش. في الحالة اللي احنا فيها ديت هنختار بوليلاين. تالت حاجة هنلاقي سبيشال ريفرنس اللي هو ممكن بنحدد من خلاله نظام الاحداثيات المستخدم والبروجكشن المستخدم، وده ممكن من خلال الضغط على edit ونبتدي نحدد البارامترز المختلفة في الديالوج بوكس اللي ظاهر قدامنا، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في دروس جاية. بعد كده بنعمل اوكي، بنلاقي ظهر قدامنا ملف رودز اللي احنا قدرنا نخلقه في الارك كاتالوج. لو بصينا على البريفيو هنلاقي ان الملف لسه فاضي، سواء في التيبل او في الجيوغرافي.